مباشرة ينضم إلينا الآن المندوب عن جمعية بيمكوم الأستاذ فارس أبو عبيد. أهلا بك أستاذ فارس. في بادئ الأمر يعني هذا التقرير للزميل ياسر العقبي استعرض جوانب مختلفة من خلال الضيوف، كذلك جوانب قضائية مختلفة بقضية وادي النعم، لكن دعني أسأل أين تكمن المعضلة ربما الأبرز والأصعب في هذا الملف؟ المعضلة تكمن في السياسة الإسرائيلية التي تريد أن تملي ما تريد على السكان العرب في النقب، وواضح جدا أن هذه الإملاءات لا توفي بقيام هذه القرى التي سيتم الاعتراف بها، وهي أيضا تسعى إلى تسكين أكبر عدد ممكن من السكان على أقل رقعة من الأرض، وهي أيضا تسعى إلى ضم بالذات منطقة وادي النعم التي يسكن فيها ما يقارب 12 ألف نسمة، تريد أن تجعلها قريبة من قرية شقيب السلام المعترف فيها لضمها إليها لتصبح قرية وتصبح مدينة، وهم لا يسعون ولا يريدون للعرب قرى زراعية تفي بشروط واحتياجاتهم. النقطة الثانية هي الحرب على الأرض، أيضا الحركة الصهيونية بما فيها حكومتها الصهيونية الحالية هي ترى في قضية الأرض هي وجودها، فهي لا تريد للعرب أن يكون لهم أي حيز أو سيطرة على أي أرض مهما كان، وهي تريد أن تسكنهم في أماكن لا تفي بالشروط الملائمة للقرى التي يحتاجونها. هنا بالضبط يكون هذا الشيء. فإذا القضية في النقب بالذات هي قضية سياسية، هم لا يرون في السكان العرب في خط داخل الخط الأخضر، لا يرون فيهم مواطنين، إنما ولا يرون فيهم أيضا سكان حسب قوانينهم. وإذا ننظر اليوم إلى ماذا يحدث في النقب، وهو جزء من مخطط كبير جدا للحركة الصهيونية والحكومة المتطرفة الحالية، هي أيضا تعطي مؤشر كبير جدا لإقامة الدولة اليهودية الخالية من العرب. لذلك أقامت في النقب وصادقت على 7 قرى لا وجود لها، لا يوجد يهود هناك، لا يوجد سكان يهود هناك. هذه هي القرى الزراعية وبالذات حددوها قرى زراعية على أساس أنها تفي بشروط الحياة لهؤلاء السكان الذين سيجلبونهم، ونحن لا نعرف من أين. طيب هناك مسارات قضائية واضح أنها سارية، وأنتم تترقبون ربما لقرار إضافي من قبل القضاء الإسرائيلي. هل أفهم من حديثك أستاذ فارس بأن المعيار الوحيد حتى بالنسبة للسلطة القضائية لمنظومة القضاء هو المعيار السياسي لا أكثر ولا أقل؟ طبيعي، طبيعي جدا. نحن نرى اختلاف في النظرة والحكم على قضايا فيها عرب وفيها غير العرب، واضح جدا ونحن نعرف هذا جيدا، ونحن لا نعول كثيرا على هذه المحاكم. فمثال قرية وادي النعم، في البداية كان القاضي مع القضية وفجأة تغير، بما معناه اسحب القضية وإلا سأتخذ قرار وستأخذون ضريبة كبيرة جدا. لذلك وقف السكان أمام هذا الواقع، ماذا نستطيع أن نعمل؟ فكان قرارهم على أساس أن نجازف لنجمع كم من المال، صح راح يعطونا غرامة، بدنا نتحمل الغرامة، بدنا نذهب إلى محكمة العدل العليا لعل وعسى نستأنف، لعل وعسى يكون القرار إيجابي. وأنا لا أعول على ذلك كثيرا، ولكن نريد أن نستعمل هذه الآلة حتى أيضا يرى العالم الوجه الحقيقي لحكومة وهو السلام. نضال حتى الرمق الأخير. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة والمداخلة، المندوب عن جمعية بيمكوم الأستاذ فارس أبو عبيد. شكرا لك.